السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله حسن AKA Epicles من فريق إكسترافا جيمينج، وعندنا أسبوع جديد وأخبار جديدة، وهالأسبوع إن شاء الله عندنا أخبار وايد قوية. خليكم معنا. قامت شركة مايكروسوفت بالإعلان عن جزء جديد لسلسلة سباقات فورزا، واللعبة راح يكون عنوانها فورزا ستريت، وتم بنائها على لعبة الهواتف ميامي ستريت، واللي سوتها شركة أو ستوديو تيرنتن ستوديو التابعة لشركة مايكروسوفت. واللعبة راح تكون مجانية على الحاسب الآلي والهواتف الذكية، واللعبة موجودة حالياً على الويندوز 10 وراح تصدر قريباً على الاي او اس والاندرويد. ونكمل حصاد الأسبوع مع شركة مايكروسوفت. كل ما قربنا من معرض E3 نسمع إشاعات أكثر وأكثر، واليوم نسمع أن شركة مايكروسوفت بصدد الاستحواذ على 3 فرق تطوير جديدة، وهما كالتالي: فريق التطوير أسوهو وألعابهم ريكور وأبليك تيل إنسنس اللي راح تصدر ب 14 مايو على أجهزة الجيل الحالي، فريق ريليك وألعابهم سلسلة وورهامر 40,000، فريق آيو إنتراكتيف وطبعا سلسلتهم هيتمان. والجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت استحوذت من قبل على نينجا ثيري وبلاي جراوند جيمز بعام 2018. وبالطريقة هذه مايكروسوفت راح يكون عندها ألعاب حصرية وايد على الأكس بوكس. صراحة أنا أشوف المنافسة هذه راح تكون وايد أقوى وأقوى، وراح نشوف تطورات كبيرة بإذن الله بعالم الفيديو جيمز بسبب هالأشياء. أعلنت شركة EA عن لعبتها الجديدة ستار وورز جيداي فولن أوردر، واللي راح تصدر بتاريخ 15 نوفمبر 2019، وبتطوير ستوديو ريسبون. واللعبة راح تصدر على جميع أجهزة الجيل الحالي والبي سي ما عدا النينتندو سويتش. وهم أكدت شركة من خلال التويتر مالها أن اللعبة ما راح يكون فيها أي نوع من أنواع المايكرو ترانزاكشنز. معلومات سريعة عن اللعبة: اسم البطل كال كستس، وهو يعتبر عدو ذا امباير. طريقة اللعب أكشن مني، بمعنى راح تعتمد على الفورس وسلاح اللايت سايبر في القتال، أيضا مع إمكانية تطوير أسلحة البطل سكنتري أو تنتري. الممثل الصوتي للبطل هو نفس الممثل اللي أدى دور ذا جوكر جيرمايا فاليسكا في مسلسل أنفل. صراحة استوديو ريسبون أنا أشوفه من أكثر الاستوديوات إبداعا، بس آخر تجربة لي من EA اللي هي أنثم كانت مو ذاك الزود، فأتمنى ما تكون نكسه نفس أنثم. ظهر تقرير من موقع ماركيتش.com المتخصص في عالم الشركات والأموال بأن شركة سوني تخوض نقاشات مع شركة تيك تو اللي تملك 2K وروكستار، داشة بنقاشات عالية المستوى بشكل مو طبيعي. في إشاعات تقول يا أما أن سوني تخطط أن تمتلك الاستوديوات هذه، أو أن تأخذ حصرية GTA 6 على جهاز الجديد البلاي ستيشن 5. وهم الإشاعات تقول أن الصفقة تتجاوز 16 مليار دولار أمريكي. الموضوع هذا إذا صار صج راح يكون بمثابة صفعة قوية على شركة مايكروسوفت، اللي هم هي قاعد تحاول تستحوذ على شركات ثانية أو استوديوات ثانية، بس ماكو ولا استوديو بمستوى تيك تو. ومن خلال هذا الخبر طلعت لنا هم أخبار جديدة عن الجزء الجديد لجي تي اي اللي هو جي تي اي 6. البطل أو أحد الأبطال راح تكون امرأة، وهذا شيء جديد على سلسلة جي تي اي. اسم المشروع هو Project Americas. أحداث القصة راح تكون في مدينة ميامي الأمريكية ومدن لاتينية صغيرة. هني ماجد قال لي أحط رأيي بموضوع جي تي اي 6، ماني حاط رأي، أنا أبي أشوف رأيكم أنتو، شنو رأيكم عن جي تي اي 6؟ متحمسين لها؟ أكيد متحمسين لها، بس أنا أبيها تكون 4K و60 فريم، خاصة أنها راح تكون على الجيل الجديد. وهذا كل اللي كان عندنا لأخبار الأسبوع، إن شاء الله ما طولت عليكم، وإن شاء الله عجبتكم الأخبار، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير، ويعطيكم العافية.